دركايا ما كانش قاو في الدار عندي شي دجاجات كنوض بكري نعطيهم ياكلوا كنوض مع ديك الستة كنعطي شي دجاجات ياكلوا ونتوضى نصلي مع الفجر ايوا نخرج برا نشقى داك الشقى اللي فم الباب نطرفو داك الشيء ايوا كندخل ندير الفطور نوض واحد الدرية بنتي تختار ودرية صغيرة ندار المدرسة ايوا ديروا الغداء ونصبنوا وما كنقعدش ما كنقعدش ما كبرتش هنايا انا كبرت في ولاد عمران وكنا كانوا البهايم الوليدات صغار تلاقيت انا والراجل وولدنا الوليدات ودرنا حنا الدار ديالنا زعما في العروبيه حطابت سرحت حشيت غزلت الطعمه العسل كندير للسوق وكنصيقر على الوليدات ايوا الحمد لله وتكبروا وكل شيء بخير وعلى خير كنا كانت الصحه كنا نحشون سرحون الفلاحه البحيره كنت نغرسها والله الا البحيره ديال الدلاح كنت نغرسها نمشط الجبانه نحرت كل شيء كنديرو كل شيء كنديرو كل شيء قاريه بالراس ديالي كل شيء تابعه هادي وحده بوحده كل شيء كنديرو البنات ديال اليوم باغين اللبس وباغين القهوه وباغين الماكله وباغين قرايه وبنات بكري مساكن كانوا ما يفكروا حتى في حاجه ربيهم التربيه اللي تربيتيهم انت هي اللي كاينه وصافي اللي قريتي راه قرا اللي خدام معاك في الدار راه خدام والدنيا هانيه ما كاين مشكل لا كسيناهم كسيناهم من العيد للعيد كنفرحوهم وحنا كنفرحو باش بنكسيوهم كنفرحو حنايا ما زعما كاين دوك الوليدات اللي كانوا ما مشيو الولاد اليوم وعارو وعارو المصروف ديالهم امهات الصغارات والله يردوا بهم ويديروا عقولهم ويفكروا في جداواتهم وفي امهاتهم كيفاش كانوا خصهم يتبعوهم خص يتبعوا والديهم كيفاش كانوا يتعاملوا حتى هما خصهم يتبعوهم ويهديهم الله على وليداتهم ومع رجالتهم الله يعاونهم والله يجعل ربي هو يقادهم مع بعضياتهم وصافي المرأة المغربية الله يحفظها ويعاونها الله يحفظها ويشجعها على كل حاجة المرأة المغربية راه منها مرأة منها راجل بزاف 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 والكترة القراويات الكترة القراويات الحشيش حشو البهايم يسرحوا يحطبوا يربيو المحل كله عليهم يشقاو حتى حاجة ما يخليو منها يغزلوا الصوب كل شيء كيديروه الله يجعل ربي ويعاونهم ويسهل عليهم وتا البنيات اليوم راه عندنا البنيات الله يهديهم وصافي الله يهديهم البنيات اليوم اما مع الوقت ديالهم تا هما